دي السرور دلوقتي في الاستشارات الالهاميولوجية جاي لي زبون مش زبونة، وبيقولوا رجل اعمال كبير قوي لشوية كحلة يمكن يعجب بيا ولا حاجة وتتفتح لك طاقة القدر يا الهام. بس يا الهام خليك تقيلة كده، ما تدلقش نفسك ابدا. يا رب يطلع مز، بس لازم اوضح اني تقيلة. اتفضل. مرحبا. مرحبتين. كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت سمعت عنك كل خير ما شاء الله. متوقع. اتفضل. ايه مشكلتك؟ والله ما اعرف انا ابدا من فين ولا من فين، بس بصراحه انا غزلنجي. يعني ايه غزلنجي؟ يعني بتحب الغزال؟ لا يعني احب الغزل والجمال والدلال. طب وطريقه معاكستك ازاي؟ عبر الترقيم ولا الانترنت ولا الحمام الزاجل اللي احسن؟ بكل الطرق، بس ما عدا الحمام الزاجل. بس صدق في رمضان البنات تزيد حلا. شوف الولا يا رجل الاعمال، فلوسك دي مش هتنفعك. المشكله نصها عندك ونصها عند البنات المتفلتين، وخصوصا في شهر رمضان. قال الشياطين متصفده. أقول لك الكلام القديم، عندك أخوات وعندك أمهات. لا أنا هقول لك عندك نقص، عندك نقص في شخصيتك يا مريض. ما هو أنت لو ما عندكش نقص كنت ركزت في حاجات أهم في حياتك من المعاكسات والكلام الفاضي. والبنات المتفلتين دول عندهم نفس النقص اللي عندك. ابعد عن الحاجات دي ونركز في حاجات مهمة في حياتنا. ارتقوا، فالقاع مزدحم. نعم. شخصيتك تجنن وعيونك تهبل. طب ومناخيري ما فيش اي لفت انتباه عليها؟